عايزين نعمل تين مخبوز بالجبنة الماعز. عندنا تين برشومي صحيح، وعندنا ويفضل طبعا في الوصفة دي بالذات عكس الوصفات الجاية ان التين يكون ماسك نفسه ما يكونش طري قوي. جبنة ماعز، ملح وفلفل، عين جمل، عسل أبيض، وأوراق من النعناع. والوصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا جدا، بس فكرتها لطيفة قوي وطعمها في الآخر بيبقى لذيذ قوي. هنعمل إيه؟ هجيب بولة. البولة دي هحط فيها، عايزين كمان زيت زيتون، ممكن تزودوا لنا عن مقادير زيت زيتون؟ مش هستخدم كتير، هي رشة واحدة بس هتبقى لطيفة برضو مع الوصفة. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجهز الحشوة. هاخد من الجبنة دي الكمية اللي انا هستخدمها. شكرا 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 يا حبايبي. وهاخد عين الجمل المجروش، هاخد من ورق النعناع، هاخد رشة الملح ورشة الفلفل، وهاخد معلقة صغيرة من العسل الأبيض، وابتدي أفتت الجبنة مع المقادير دي اللي هي ملح وفلفل، عسل، نعناع، عين جمل، قطع كده صغيرة. ممتاز. نقوم نعمل ايه بعد كده؟ نقوم جايبين الطبق اللي هيخش الفرن، ونجيب سكينة، وابتدي افتح التين اكني بعمله اربع ارباع بس مش بوصل للاخر، يعني مش بقطعه قطعة كاملة، اربع ارباع ومش بوصل للاخر عشان افتح كده واقوم حاطة الحشوة بتاعتنا اهي كده، واضم تاني كده اقفل الدنيا بحيث تبقى ايه التناية ماسكة نفسها، واحطها هنا في الطبق تاني. لو لقيتها مش بتقف كويس ممكن اشيل نقطة كده من تحت عشان التين بتاعي يقف ما يفضلش ايه يقع مني. واخد وما بوصلهاش للاخر، وافتح واحط الحشوة بتاعتي، وابتدي اضم تاني التينة تبقى ماسكة نفسها، واحطها في الطبق. وانا شلت من تحت طرف بسيط جدا جدا بحيث بس انها تقف ما تقعش في الطبق، وبعدين باخد اربع ترباع وما بوصلش للاخر وهكذا. التين بقى لو هتشيلوه في التلاجة يفضل انكم تشيلوه مش مغسول علشان ما يبوظ، بيبوظ بسرعة قوي. وكمان يفضل انكم تحطوا تحته مناديل ورق علشان الرطوبة اللي هتطلع منه ما تفضلش عليه فتخليه يبوظ برضو، وتجيبوا كميات قليلة بكميات قليلة علشان خاطر عمره قصير قوي. هدخله الفرن درجة حرارة متوسطة مدة ربع ساعة، عشر دقايق. طبعا الهدف هنا مش تسوية التين ولا أي حاجة، الهدف بس إن المكونات تسخن مع بعضها فالطعم يبقى مختلف. لكن ممكن تاكلوه أصلا كده من غير خبز، يعني ممكن يتعمل كده مقبلات ويتاكل على البارد وبرده بيبقى لطيف جدا. وممكن كمان تعملوا بنفس الفكرة دي طبقات، يعني أقطع التين أحط على وشه الجبنة وبقية المكونات، مش لازم إنها تكون مخلوطة ببعضها. كده خلصنا. الفرن شغال من فوق ومن تحت، فرن متوسط لعالي مدة 10 دقايق فقط لا غير، لأن كمان الجبنة دي يعني ولا بتسيح ولا حاجة، أنا يدوبك بس عايزة المكونات تسخن مع بعضها وتديني طعم لطيف. وزي ما قلتلكوا تقدروا تقدموه على البارد برضو بيبقى حلو جداً.